لمناقشة هذه التطورات ينضم إلي من لندن عبر خدمة سكايب دكتور عبد العزيز غنية المحلل السياسي. أهلا بك دكتور عبد العزيز. ماذا تعني هذه الاستقالة، استقالة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وكيف ستؤثر على مسار المفاوضات السياسية؟ قُبلت بسخرية تامة سيدتي الفاضلة استقالة السيد فايز السراج وعدم استقالته اليوم، العدول عن استقالته. كل مواقع التواصل الاجتماعي الليبيين العاديين والنخب كل الطيف الليبي قابل هذا الكلام وهذا الرجوع عن الاستقالة بالسخرية، لأنه يوضح عبثية المشهد الليبي في إطار أنه استجاب إلى الضغوط المحلية أو الضغوط الدولية. للأسف الشديد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي أصبح جزء من المشكلة عندما أوتي به بعد اتفاق الصخيرات لأن يحل مشكلة الميليشيات ومشكلة العبث الذي يحدث داخل العاصمة طرابلس، وإذا به يكون جزء من هذا المشهد العبثي العام. في الإطار الآخر طبعا لن يستطيع فايز السراج الاستقالة بدون ترتيب الأوضاع الداخلية داخل العاصمة طرابلس، والمستفيد الأول داخل العاصمة طرابلس هو الإسلام السياسي واستخدامه للميليشيات المناطقية. أمس بالأمس فاقت طرابلس على جريمة مروعة جدا لقتل رجل أعمال ليبي في بيته هو وجوزته المرحوم فرج الورفلي الذي قتل بدم بارد، في حين أن وزير الخارجية يوقع اتفاقية أمن مشترك مع قطر، ووزير الدفاع يصرح بأنه لا وجود لهم في طرابلس لولا المساعدة التركية. دكتور عبد العزيز، من هي الأطراف التي أثرت ودفعت بالسراج للعدول عن هذه الاستقالة بهذا التوقيت؟ تركيبة المجلس الرئاسي أو ما أصبحت عليه تركيبة المجلس الرئاسي بعد استقالة العديد من الأشخاص المكونين للمجلس الرئاسي من مكونات أخرى، وبالتالي بقي الإسلام السياسي بالدرجة الأولى. رأينا بيان للمشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورأينا بيانات أخرى من بعض الشخصيات المحسوبة على الميليشيات داخل العاصمة طرابلس تنادي السراج بالعدول عن استقالته، والدور الأساسي والتأثير الأساسي كان لرئيسة البعثة الأمم المتحدة التي عقدت معه اجتماع مطول بالأمس وحثته على عدم الاستقالة إلى حين خروج نتائج الحوار الليبي المزمع عقده في صحيح في دكتور تونس عبد العزيز. هو يعني السراج ربط موعد مغادرته بمخرجات المباحثات، ماذا يعني هذا؟ هل نحن أمام مدة زمنية مفتوحة أم محدودة بالفعل؟ لا، هي مدة محدودة، خاصة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة الآن تستخدم سياسة العصا والجزرة لكل الأطراف الموجودين الآن، حتى الشخصيات التي دعتهم إلى الحوار في تونس، ورغم الغضب الظاهر في الشارع الليبي على حيثيات أو المقاييس التي اختارت بها هذه الشخصيات، الذين كثير منهم ناس محترمين وناس أجلاء وكذا، ولكن هناك ما هي المعايير التي اتفقت بناء عليها اختارت هذه الشخصيات، وبالتالي خرجت بعثة الأمم المتحدة وصرحت وقالت ليس المهم الشخصيات بقدر ما هو مهم هي المخرجات، وهل نستطيع أن نخرج حكومة جديدة. طبعا في ظل بين قوس مجدوزين، في ظل سيطرة تامة لبعثة الأمم المتحدة على مخرجات المشهد السياسي الليبي، وأن هؤلاء المجتمعين في طاولة الحوار رغم نواياهم الطيبة ولكنهم أمام قائمة أو أمام قرارات شبه جاهزة من بعثة الأمم المتحدة للتوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ. كيف سيتم تنفيذها مع وجود الميليشيات ومع وجود الخلاف السياسي الحاد وسيطرة الإسلام السياسي على العاصمة والفساد والأمور الحياتية التي تهم المواطن؟ هذا هو بيت القصيد، وهذا هو ما ننتظر الإجابة عليه، سواء بمن سيخرجون من الحوار أو من سيكلفون بمهام هذه السلطة الجديدة. شكرا جزيلا لك من لندن عبر خدمة سكايب دكتور عبد العزيز غنية المحلل السياسي.